الفنان سعدون الجبوري معروف باسم عبوري، أحد الفنانين العراقيين له تاريخ فني في المسرح والتلفزيون، تعرض إلى إصابات انفجار سيارة مفخخة خلته مقعد على كرسي متحرك. حسب ما تحدث أنه نقام بمعالجة نفسه على حسابه الخاص في تركيا والهند وغيرها، لأنه بعد ما يقدر يستمر بالعلاج بسبب سوء وضعه المادي. حاليا الفنان سعدون الجبوري وبالرغم من وضعه الصحي السيء يعمل في تصليح الطباخات، من فنان يظهر على شاشات وفي مسلسلات إلى أنه يصلح طباخات. المهنة مو عيب، لكن الوضع الاجتماعي المفروض يكون أفضل من هذا، حتى بس يأمن مبلغ الأدوية اللي يحتاج لها. حسب قوله أن نقابة الفنانين اكتفت بزيارته ولم تعير له الأهمية اللي يستحقها كفنان ولا أي دعم مادي يعينه. طبعا هنا أنا ما أعرف، يعني إحنا دائما نشوف فنانين مع الأسف يسقطون واحد بعد الآخر إذا كان في مرض وغيرها، ويستنجدون دائما أنه ماكو أحد يعينهم. ما نعرف هذه مسؤولية مؤسسة، مسؤولية نقابة، مسؤولية أي جهة، أنه هذول الناس لهم يجب أن يكون لهم رعاية حالهم حال الناس البقية بالشعب. لكن خلونا نركز اليوم على موضوع الفنانين. يمكن فراس الحسني مراسلنا في صلاح الدين كان إلى لقاء مع الفنان سعدون الجبوري وتحدث عن حالته والمأساة اللي يمر بها، خلونا نشوف. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا بك مازن. مازن، اليوم لقائنا راح يكون مع الفنان سعدون الجبوري المعروف بعبوري. سعدون الجبوري من فنان عراقي رسم البسمه والفرحه على وجوه العراقيين الى مصلح طباخات. راح نلتقي به وراح نتعرف على قصته. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك استاذ فراس، نورتني انت والقناه الفضائيه قناه تغيير وكادرها، وتحياتنا الى الاستاذ العزيز استاذ مازن ولكادر القناه، واهلا وسهلا بكم في بيتي. استاذ سعدون، من فنان عراقي الى مصلح طباخات، شنو القضيه؟ يقول شنو القضيه؟ القضيه فنان انصابت بالاحداث 11 بال 2014 في منطقه الضلوعيه في منطقتي، واتجهت انه انا تصابت بالمفخخة في ظهري بالعمود الفقري بالساقين، وناشدت وردت علاج، ردت شيء ماكو، ناشدت ما حصلت اي مناشده، يعني ما حد استجاب لمناشدتي، فاضطريت ان اصنع طباخات في سبيل اعيش نفسي واجيب علاج لي، لان تعرف العلاج غالي بهذا وقتنا. استاذ سعدون، اصابتك بالعمود الفقري هي اللي خلتك تجلس على هذا الكرسي؟ اي اجلس على هذا الكرسي. موضوع الإصابة مالتك عالجت على حسابك الخاص؟ عالجت على حساب الخاص بالهند، رحت على الهند عالجت على حسابي، وحتى وقتها عصيت هناك فلوس ما كفتني، ناشدت ناس تبرعوا لي الناس الخير بكم مبلغ حتى في سبيل أرجع للعراق، ورحت لتركيا ورحت لمستشفى الكفيل بكربلاء، طلبوا مني أجور هواية ما تمكنت، رجعت رديت رحت لتركيا وهم طلبوا مني مبلغ وما قدرت أرجع ورجعت. استاذ سعدون، نقابة الفنانين شنو اللي قدمت لك اياه؟ ما قدموا لي، بس جاني زاروني وقدموا لي هوية النقابة. ايش تحتاج انا يمك؟ انا احتاج سفر خارج العراق، احتاج سفر خارج العراق، انا علاجي موجود بالمانيا بس مكلف. ايش قد كلفة العلاج؟ يعني تقريبا 10 دفاتر، دزيت تقارير، دزيت كل شيء اللي هناك يعني حتى يشوفوا لي وضعتي، قالوا علاجك موجود بالمانيا بس يكلفك اقل شيء 10 دفاتر. يعني في حال اذا عالجت بالمانيا تعوف هذا الكرسي؟ ارجع اي اعوف هذا الكرسي وارجع للوضع الطبيعي. استاذ سعدون، شنو اللي بعدك عن الفن؟ اصابتك؟ اول شيء اصابتي، ثاني شيء الفنانين. هم ما يهملونا ما يدزون علينا ما يبقى. والفن اصبح عباره عن جروبات وتكتلات كاحزاب حكومتنا. استاذ سعدون، يعني انت اليوم علاجك مكلف. نعم. اليوم من خلال زيارتنا لك، لمن تناشد؟ والله ناشد الناس الخيره، الناس اللي عندها غيره، الناس اللي يدورون الى الله، اكو ناس تجي الى الله سبحانه وتعالى. ناشد الناس الخيره، الناس الشرفاء، الناس اللي عندهم غيره يرفون بحالتي ويساعدوني. كل الناس بدون استثناء، بدون كافله يعني بدون ما بالدوله او خارج الدوله، وين اي من يتمكن يساعدني اناشده. واقول له ممنون وبارك الله بي. والله يجعل ميزان حسناته.
مشتاق للشاشة، مشتاق لعملك؟ أنا مشتاق للشاشة ومشتاق لعملي ومشتاق لجمهوري والأهلي والناس ومحبيني، طبعا مشتاق لهم. أتمنى يعني حتى لو أنا حتى بيني وبين نفسي قلت حتى إذا يدزون علي بعمل تلفزيوني ومجانا أنا أشتغل، ما أخذ فلوس في سبيل بس إنه نرجع لجمهورنا وناسنا ومحبيننا وأهلنا ونرسم البسمة على وجوههم. أستاذ سعدون، قضية تصليح الطباخات أكيد مجرد بس معيشتك وعلاجك. علاج مجرد أجيب العلاج. أنا ليش اتجهت لتصليح الطباخات؟ في سبيل الله أقدر أساعد نفسي بالعلاج، بالعيشة، بالمصرف، ولا إيش أسوي؟ وعند كل هذا مصلح طباخات والحمد لله وشكر. يعني احنا اليوم نتمنى نقابة الفنانين تسمع صوتنا، نتمنى الحكومة العراقية تسمع صوتنا من يعني من اجل مساعدتك. انا مو بس النقابة، انا اقول النقابة والحكومة والناس الخيرة والناس الشرفاء والدول، حتى الدول العربية اذا يسمعون مناشدتي، احد من الدول العربية يعني يسمع مناشدتي يوجه لي دعوة للعلاج، اكون لهم ممنون. الدول العربية، دول الخليج، كل الدول. هاي مناشدة لهم همات حتى توصل رسالتي لهم، إذا ممكن يعالجوني أتمنى يدزون دعوة حتى يعالجوني.